سامي عثماني 33 سنة، تحصل على الشهادة التقنية في الإعلامية، مترشح على الدائرة الانتخابية صد الخير من معتمد قلعة سنة. برنامج الانتخابي هو العمل على توسيع المنطقة الساقوية صد سرات، هذا فيما يخص المجال الفلاحي. قلنا صد سرات اللي ان شاء الله نحبوا نكملوا التوسعه هذه تشمل الشريط الحدودي سد المزيغيه وسد الخير ولد ابراهيم. عندنا كذلك كهرباء الابار السطحيه، وعندنا دعم صغار الفلاحين. هذوما حاجات في المجال الفلاحي لازم نخدموا عليهم، هو ودعم صغار الفلاحين كيف كيف في التكوين وفي التمويل، تامين احتياجات الموسم الفلاحي من بذور والحرص على توفير الاعلاف المدعمه اللي تشهد نقص كبير في عماده سد الخير. توفير الاعلاف المدعمه، كذلك دعم الفئات الهشه والمعطلين عن العمل وذلك ببعث مشاريع صغرى. عندنا كيف كيف النهوض بالمراه الريفيه وادماجها في الدوره الاقتصاديه والاجتماعيه وتمكينها من بعث مشاريع صغرى. تحسين البنيه التحتيه من طرقات ومسالك فلاحيه، اناره وماء صالح للشراب. العمل على الاسراع في تعبيد المسلك الفلاحي لميسيه المهذبيه اولاد بوعنز الربيبه. كذلك عندنا صيانة الحنفية العمومية بالربيبة اللي تستحق تهيئة شاملة. عندنا صيانة او بون ذكرنا صيانة الحنفية العمومية بالربيبة. العمل على إعادة تهيئة مركز الرعاية الصحية الأساسية بأولاد إبراهيم وتزويده بالمعادات الطبية اللازمة والموارد البشرية كذلك. كيف كيف بعث فرع مكتب بريد بالربيبة، بعث نادي شباب ريفي بالربيبة. العمل على بعث خط نقل عمومي منتظم يربط كل قرى ومناطق سد الخير بمركز المدينة قلعة سنان. وهذا هو البرنامج بتاعنا. المساج نحب نوصله للشباب انه الشباب لازم يكون فاعل ويكون يقرر ويبادر انه يجي ينتخب ويختار الناس اللي باش تمثله في الانتخابات المجالس المحليه هذه. عندنا شباب ناشط، شباب ذكي، شباب عنده افكار وعنده برامج، وانا ندعوه انه باش يجي ينتخب وياخذ فرصته ويقرر الناس اللي باش تمثله في الانتخابات المجالس المحليه القادمه. ويعطيكم الصحه.